Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens de rentrer. So, مهم غادي نخليكم تشوفوا داكشي اللي شريت و فوالا. Première des choses, خديت لحم ديال ساندويتش يوغورت. جبني نصايب به مثلا تشيكن كوري و كندير ناخذو زعما كاينه نورمال، الا بغيت فانيلا فليفر كنعاد ليه و رخيص. هادو تورتياس، هادو ملي كنصايب بهم مثلا بوريتوز ولا سميتو. سردين تقاد عليا وكان في السولد، بيض، افوكا، بنان، وهادي سالاد بوتس 5 باوند. فاش كنت في السبور الاول اللي هو تارجت لقيت هذا. الوغ غنحط هادشي دابا نرجعو من بعد. في الكراج هنا عاوتاني كملت لكم شي تقطيت بالحوايج ووريتكم اشنو شريت وغادي نرجعو عاوتاني نطيبو. الوغ اول حاجة غادي نبداو بيها غادي نديرو في زيب باكس. المهم لو توتال ديال هذا هو كيلو. خصني نزيد تشومة ما عنديش، دونك غادي نزيد تشومة بودغ. سكين جبير مقطع ومطحون، غنزيد هادشي اللي عصار، كار الماغون اللي كيتسمى براون شوغر، البزار. alright alright دخلو دابا الفريغو. غرقتو الدجاج. لاصوص اللي غنستخدم هي هادي سميتها everything sauce، غتلقاوها في يوتيوب شورتس. عندي 3 ديال الطراف ديال الدجاج في هاد الباك وغندير 3 ديال الطراف ديال الدجاج في باك اخرى. الدجاج اللي بقى عندنا حتى هو بغيت نديرو مالح وحلوم. صويا صوص، بلاتكم مقطعة، صح واحد شوية منه بزاف، جنجبير، زبر، دابا تا هو في ميكا وندخلو التلاجة. تادا، بقاو معايا باش نعرفو شمن حلوة غنصايب. اللي عندي هو هذا دولي، هي ما عنديش كيس ديال هذيك لا مارك اللي حنا عارفين في المغرب، عندي غير الماء ديال الفانيا. ورق الطبخ بلونغلي هو هذا بارشمنت بيبر باش ندردر. خرجت لنا 32 وحده. Sesame seeds. وهذا باقي كاع ما كبرش، غنخليه يشرح شوية حتى راح تنعيس من قبيله وانا مضاربة معاه. والحلوة الأخرى راني دخلت الفران، عاد غندخل وهذا عاوتاني. غادي ندير بحال هكا نقطعو ونخليهم ونطولهم. ما تعجبنيش الفقاس يكون كبير، كيعجبني يكون صغير، شي علاش درتو بهذا الحجم. المهم هادشي خرج ليا من الفقاس. الاخرى راه طابت، ها هي زدت عليها شويه ديال السكر من الفوق دردشتو حيت كيجي بنين. البيضه بالقهوه توخا كيك مزياني، المهم هذيك كتبان معطوبه مسكينه. اي مره اخرى نجرب شي وصفه اخرى ديال الفقاس. هادو جاو بحال خدني زاج بحال هكا زوينين، مابقيتش عاقله على سميتو. ملي كنا كنشريو ملي كنا باقيين صغار عند البونجوري، هادو جاو خطيرين بزاف زوين وصافي.